وها قد اقتربت نهاية لعبة فار كراي 6. معاكم احمد باجت جيمرز اند جنتلمن من قناة فرجني وفيديو جديد, ونستعرف مع بعض هذه اللعبة جميلة. وعندنا طلاتي, عندنا في تو ميشنز موجودين, في ميشن لعائلة مونتيرو وميشن تاني الاثنين لعائلة مونتيرو, واحدة متجرة اعدام والتانية مجال جوي خالن. خلينا نستأنف ونشوف اللي هيحصل. معرفش هي دي تبقى اخر واحده ولا في تاني بعديها, على اعتقد لسه في تاني بعديها يعني, بس خلينا نستأنف هذا فيديو متذكرة اعدام. ما تنسوش يا شباب اللايكات والتعليقاتكم جميله, وهي بقى نستأنف ولا لا. طيب علمنا عليها, نروح للخريطه, هي موجوده هنا. ايه دي, يلا بينا. Good, you're here. أيوة. Can't sleep. I close my eyes and all I see is Jose and his three little pigs from the church. I want those motherfuckers dead. You know I made eye contact with one of them? Hijo de puta smiled at me. Smiled at me as my papa died. We tracked them down thanks to those soldiers who joined us. The three lieutenants are all partying at a hotel. Singao, I got my hands full with these recruits. I can't leave. So I want you to kill those lieutenants, Danny. Kill them all. And make sure Jose gets the message. هطفي نارك, حاضر. تستحق الدعم. طيب, هنروح فين بقى؟ 1700 متر. هنا؟ اوكي, نروح بقى اقرب نقطة من هنا ويلا بينا. واضح انه كان ملغم, مكان ملغم بالاعداء. انا شايف احسن حاجة انزل على الروف, يعني ده اقل الاماكن اللي ممكن ياخدوا بالهم او ينتبهوا ليا فيه. اعتقد ذلك. مش ممكن بقى نقعد نديهم من فوق, نعمل بس القنابل بتاعتنا اللي هي اللي بتكشف على الاماكن. طيب نرمي القنبله فين؟ نرميها فين؟ انا شايف في تحتيه هنا, فممكن ارمي القنبله في واحده اهو. نرمي القنبله الاول في السويمنج بول. واو, واو على الفيديو. ترى السويمنج بول صعب ان هم يلاحظوها. خلينا ممكن نرميها هنا مثلا. There you are. نزلت في السوينج بول. هذا في واحد, اثنين, ثلاثة. طب وهنا؟ ممكن نبعت واحدة هنا مثلا. واحدة هنا. I hope you fully appreciate this great honor and that you enjoy your time here. Okay. Congratulations again. كشفنا اماكن ناس تانية اهو. Historical achievement. Attention all military personnel. This is your lion, General Jose Castillo. هو شافني ازاي؟ الله, تعال انت. بالابينغا is making a break for it. الهدف يهرب فين؟ Hey Rojas, your target's leaving the area. Shit, okay, gracias. فين هو ده؟ خد وفين الهدف؟ انا عايز الهدف فين؟ خد الهدف بيهرب ازاي واذا كان هو جوه اصلا 30 متر هنا؟ ايوه هو ده يا ابن لذينه. راح خلاص بقى, نديها بقى هارد كور, نفتح عليهم ده. بس خلينا نطلق عليهم. تعال انت.
مين تاني؟ الكلب. مرحى نواري. مين تاني؟ في حد فاضل لسه. كروكودايل ده يعني انا طلعته بعد فترة اوان بصراحة يا جماعة. في واحد هنا سنايبر. اسبادا one down but the others aren't here. Motherfuckers, check inside the hotel, see if you can pick up their trails. I need them in the ground, Danny, all of them. Okay. نفتش هنا جوه بقى. معلش يا دين. نفتش فين ده؟ لازم يتقتل طبعا. طلعته ايه يقعد يتعبني انا بقى. بس تم اطلاق جهاز الانذار. لا اكترف. تخش منين؟ اوكي ذاتس فوكت اب. هذا واحد يعني واضح ان كان فيه شيء غريب هنا. ينابيع سان جوميز الساخنة. عزيزتي الملازم بنية. مش لام شعرها كلها بصراحة. هي هتقول لي. طيب. ايه ده؟ طبعا سيستم هوم ثياتر وتي في وبتاع. دي برضه نديها. اموت انا في التخريب. هات ده. في حاجة هنا؟ في صندوق هنا المفروض اخده غالبا. ممكن يبقى فوق. واضح انه فوق لسه. طب الابواب دي كلها يعني ثابتة ما بتفتحش. لسه في فوق تاني. اوكي. هم كلهم شغالين نفس المزيكا في كل دور. ايوه. طيب في علامة الاي دي بقى تحت المفروض انزل لها تاني. ده ممكن اطلع من هنا. اوكي. Very late information. ده في واحد بحصان عمال يحرجم حوالين مكان. ده اخش لها منين بقى؟ انت تابعي. خش بقى هجيب على الواد ده. ايوه. ماشي. ده ناخده في العربية دي. في حاجة؟ زي الفل. فين بقى علامة الاي؟ اهي. بقعة صيد النسور ماليش علاقة بيها خالص. طيب نذهب الى المكان الاخر. فين بقى المكان الاخر؟ علاقة قتل كمان ملازمي خوزيه. يجب بحث عن ادلة في الفندق. انا خدت دليل من الاتنين. لسه في دليل فوق. تلاتين متر يعني ده فوق خالص. مفيش دليل هي تاني. انا في فاتتني حاجة في الأوضة دي. قراءة. ملاحظة مكتوبة بالقلم عريض الخط. مش مهمة. طبعا ده حمام. مفيش حاجة هنا. ممكن نجرب الناحية التانية. مفيش حاجة الناحية التانية مقفولة. هنا. ايه ده؟ اوامر تسليم الى قوات الدفاع الوطني. نو. ممكن يبقى الدليل هنا. طيب في غرفة هنا ما دخلتهاش. ما هذا؟ Looks like he's at his ranch. Time to go take out both these assholes. اوكي مش بعاد قوي يعني. طيب ناخد عربية ونروح لهم. فجرتها خلاص. ممكن نروح لهم فاست ترافل احسن.
عندي 2 سبوتس، عندي دي ودي. دي ممكن اروح لها من هنا صح؟ ممكن اروح لها من هنا. ننزل في البحر، في حد هينزل جنبه بالظبط. طب دول كتير اخس. نبعد سيكا. مش انا مش انا، اديني هنا. تعال انت كده، حد هنا لسه هنا. دول موزعين في جميع الانحاء. هذا التارجت بتاعه، كان هيشوفني او بيشوفني دلوقتي تقريبا. بس جبت التارجت وده. اخش بقى هنا جوه. طب نظهر الناس دي. طيب ليه مش راضيين يظهروا؟ مين اللي بيشوفني؟ اوكي انا شايف، شايف واحد هنا بس ده ورا الحيطه تقريبا. ده قدام الحيطه. لا ده ورا الحيطه. طب نروح نقتل ده في السريع. لا مش انت. انا مش عارف ليه انا مش شايفه. قريب منه جدا بس. ايوه اهو. طيب ده راح. هدي هدي. في حد هنا لسه. اظهر ايها الوغد. انا كده هدوس عليه تقريبا يعني. هو في وسط الشجر يعني ولا ايه؟ بيهمهم. هو انا سامع همهمته بس مش شايفه برضه. اهو بس خلاص. في حد لسه هنا. في حاجة تتاخد بس الأول في السريع كده. نو تعالى. في حد على يميني بس ده الظهر الأول ده. بس ده ورا الأرض تقريبا. مش هينفع الطلقة مش هتخترق. أيوة أيوة. هو ما ادانيش إكس حمراء بس هو مات يعني. تاني ده في واحد قريب منه جدا. فين ده فين ده؟ ده فوق السقف ولا ايه؟ اه فوق. اخس. الحمد لله ما شفتنيش. ما حدش شفت. فاضل بقى التارجت. التارجت جوه البيت ده يا جماعه. تعال انت بالحلقه اللي انت لابسها دي. نشوه الصورة دي ينفع؟ اه ممكن نشوهها. Looking good now. طيب هو واضح مفيش حد هنا. هو الموضوع صفصف على اتنين. فاضل الكلب بس يا جماعة. اديله واحدة كده سايلنسر. بس زي الفل. دلوقتي نستفرد بقى ايه؟ باللوتيننت. هدي. سوبر ستيلث ميشن يا جماعة. حبيبي. That's for Carlos. نوما هنيئا يا صديقي. دن. خصم خاص للجنود النظر 10، الاقتراب 25، خدمة كاملة 50.
النظر هذا شكله كان بيقضي ليلة حمرا ولا كان بتقضي تقريبا دي واحدة 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 صح داخل ده المفروض راح فين تاني لسه في واحد تالت مكان ما مكان بقى التالت بقى بتاعنا فين هنا نبدأ بفاست ترافل كالعادة ويلا بينا نحاول ننزل هنا كده عروف بقى عروف 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 اخس ماشي نطلع هو في حد سمعني بس يعني هم غالبا هيجوا في نفس المكان اللي انا كنت فيه ممكن يطلع حد بيطلع نو انا معي اربع خراب التانيين والناس هنا طب نرمي قنبله هنا ايوه ظهرت لي التلاته دول زي الفل لا مش هقتله الوقت اكس اكس found you تعالى اجيبك بس جبت وانت نيبينجا ما جاش هيموت طب تعالى بقى خش هارد كور طالما اتصالحنا مات موت يلا بانج بانج راح اللوتينتن اللوتيننت حلوه اللوتينتن دي تعالج بسرعه تعالج بسرعه استخبى نقتلهم تعالوا بقى مين ايه العين فوين ده يا جماعه مش كده بالراحه يا جماعه ما بالراحه رمينا عليه سم ولا دلازين اجري خطة طيب الكلب ده عامل لي حوارات في كلب تاني هما اتنين بابا اتس دون ريلي سي ذير جون اول اوف ذم اجري It's more than that. It's how we scare. أنا كنت حابب أعملها ستيلث بس جات لي مكالمة تليفون وأنا بستيلث وعملت بوز بس ما انتبهتش أنت بتجري راح فين أنت؟ تعال جات لي مكالمة تليفون وانتبهتش فراح الستيلث واحد ضرب عليه نار شافني فباظ الستيلث يا جماعة أنا آسف بس أنا إيه على الأقل نجحت اللي أعمل المرحلة الثانية مش دي المزيكا الحزينية اللي كانت داخلة مع حتة قصة درامية طيب الصندوق فين بقى انا عايز اخد ال لو في لوتس ولا حاجه ايوه نعبي الذخيره عندنا وفي صندوق هنا في باروز نروح ناخد برضه غالبا جوه هنا بس نروح بقى نرجع للميشن الثانيه ونخلصها على بركه الله نشوف بقى نروح فين دلوقتي نرجع المكان ده قول لي يا حبيبي The camp ignores me, so I've just been observing. Everyone is trying to take down Jose Castillo. But they are not working together or thinking ahead. I know that Singao Jose. To take him down, you have to take back the skies. Destroy his anti-aircraft cannons, and he cannot shoot you down. Disable his radar bunker, and he won't be able to track you in his airspace. Offering some strategy is all I can do for you and these people. For Papa. Okay. نعم. علاقة التخلص من مزايا خوزية يا داني سيكون ضعيفا دونها ماشي نعمل بقى أول حاجة Good luck. Gracias حبيبي
نعمل ايه بقى؟ هنروح هنا المكان ده ما اروحه، نعمله فاست ترافل من هنا ويلا بينا. ده جايبني فين بقى ده؟ نزلت بوسطيهم. شافني نزلت في مكان غلط. تعال تعال بس قبل ما يطلع تحط بقى الدرع بتاعك وتقرفني. عليك وصول المستوى ده تحت الارض. طيب نديها هيد شوتس، نجرب بقى نخلصها هيد شوتس. تقريبا سمعوش طلق النار. اه سمعوا. طيب هات بقى الحاجات دي. روح فين؟ تعالى تعالى. هم بقى هيطلعوا من هنا. تعالى حبيبي. There's the computer. I'm to see how good of a hacker I am. سامتش. في حد لسه جاي. فين الكمبيوتر؟ اه هاد ده. Slowly adding fucking bandwidth. تعالى يا باشا. اه ده لسه 8% شكلي كده هعيش بعض اجواء الاكشن. تعال ماشي. قوات كاستيو قوات كاستيو. انتو فين؟ وات؟ هاتي في حاجات هنا حلوة شكلها. ده هو ماتش. ماشي عايز اخدها دي. لسه 53%. ماشي اللي بعده. انت ايه تطلع جنب الحيطه ولا ايه؟ ايه بعدها لك الكمبيوتر يالا. كود عشان تموت. لابس متاريس. سامعك سامعك.
هل من مزيد؟ 94% و95. في تورت، حد حط التورت هنا، كلب، بس انا مش هاجي عنده. زي الفل، نهرب بقى من هنا، نهبق. بطاقة مرور، اوكي. المكان ده فيه شوية حاجات حلوة ممكن تتاخد، بس أنا عايز بطاقة مرور الأول. مش هينفع أبطل الإنذار. ماشي. مين؟ طب نضرب التوريت طيب؟ نضرب التوريت. التوريت كان فين؟ كان هنا. روح بقى. مين معاه مفتاح يا جماعه؟ ذخيره طبعا نملاها زي الفل. انا سامع عربيات نقل ماشيه من فوق. انا عايز مفتاح. فين المفتاح؟ نو nothing here. دي ديد اند ولا النهايه؟ اوكي. ايه ده عظيم. بس هلاقي حاجه هنا يعني؟ دي اوضه تانية صح؟ انا كنت هنا. لا ده مكان ما جيتوش. مفتاح اهو. عظيم. 100 100. قراءه. خدت البوكس ده. ايه ده مطرح ما خدت البوكس فيه مفتاح. طب نروح بقى بنين. نطلع على التاني. رحت من هنا يمين شمال. ايوه بس ايه بقى اللي في الاوضه؟ ايه تعالي نطل القنبلة دي تهلبسها. هو كود عشان نهرب بس؟ مفيش اي حاجة مهمة في الدور. ماشي. اوه جيت وانا البسها مرة اخرى. تعالي نهرب بقى بسرعة. نهبق. في حد هنا؟ دول طبعا مش دارانين بحاجة. دول والله يا جماعة مش عارف اقول لكم ايه. سايبين الهليكوبتر بحالة عشان اهرب بيها. والله الف شكر. نهرب بقى. نروح فين؟ نطلع بره المنطقة وخلاص. نروح هنا. Hey, I took out the radar. My family is lucky to have you around, Danny. When you stab Jose in the heart, give it an extra twist for me. اكتملت العملية وخلينا مجال الجو يا جماعة. وأنا بكده شايف إن احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ورفع التصنيف تمام. وصلت 18. You're in a cave. عندي أسلحة جديدة عند إخوان. اوكي. دي عملية جديدة، ميشن جديدة. أنا شايف إن احنا كده ممكن نتوقف على هذا حد من الفيديو يا شباب. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. كان معاكم أحمد بهجت جيمرز أند جنتلمان. وأشوفكم في فيديو جاي وعملية ديزل دايزي. معرفش إيه ديزل دايزي دي. ده كان في يورانيوم تحت هنا لمحته يا جماعة. خلاص هشوف موضوع الرنين ده بعدين في الحلقة الجاية إن شاء الله. ومع السلامة.